الساعات الأخيرة من السباق الرئاسي لم تكن أقل إثارة من الحملة نفسها، ورغم الدموع التي انهمرت من عيون بعض الناخبين إلا أن الانتخابات لم تخلو من المواقف المضحكة التي لفتت أنظار المتابعين. البداية كانت مع رصد الكاميرات لترامب وهو يتلصص على ورقة زوجته الانتخابية في مشهد يوحي بعدم ثقته إن كانت ستصوت له أم لمنافسته. وكانت المفاجأة أن جاءت تصرفات ابن ترامب مشابهة، وخلال ساعات التصويت تم تهكير حساب الحملة الانتخابية التابع لدونالد ترامب، وسمح هاكر للناس بوضع رسائلهم الخاصة على الصفحة الرئيسية، وتنوعت هذه الرسائل بين رموز إيموجي مسيئة وبين عبارات كترامب ينسحب وترامب يحب بوتين وهيلاري رئيستكم وأنا سأنتقل للعيش مع بوتين. وقبيل ساعات من إعلان الفائز بالانتخابات وحين شعرت كلينتون بتقدم ترامب مع ظهور المؤشرات الأولية في الولايات المتأرجحة، قررت أن تواسي نفسها وتواسي أنصارها بهذه التغريدة: عليكم الفخر بعملكم بغض النظر عن النتيجة. ولم تمنع هذه التغريدة من هطول دموع مناصريها الذين أصيبوا بالدهشة والارتباك من التحول في النتيجة. فعند الساعة 2:15 صباحا بتوقيت غرينتش انخفضت فرص كلينتون بالفوز إلى النصف، وبعدها بساعة انقلبت النتائج تماما لتضع ترامب في المقدمة بحسب هذا الرسم البياني لصحيفة نيويورك تايمز. فبعد أكثر من عام من الحملات الانتخابية تغير مجرى العالم في 60 دقيقة. مهير عبد العزيز، العربية.